فهو يمكن اللاعب بيبقى محتاج شويه الشد ده من فتره لفتره ربما. شوفي حضرتك برضو من ضمن كلامك دايما بتودينا في السكه الصح يعني. لا ده دي الشهاده بقى يا كابتن عادل والله العظيم. اولا انت فكرتيني موضوع زي الحته الثانيه وهي يعني مفروض ان انا وانا بتعامل مع اللاعب انا كمدرب ببقى مربي ومدرب. مربي يعني ايه؟ يعني انا بربيه يحبني قوي ويخاف مني قوي. فدي حته مهمه جدا عند المدير الفني. يبقى زي الاب بالظبط. بربي فيه المسر والاخلاقيات وانه بيحب زميله واللي قاعد بره الاثنين. ودي طبعا صحيح. موجوده في النادي الاهلي واحنا بنشوفها يعني مش محتاجه كلام يعني. لكن المدير الفني لازم يكون اب تخاف من ابوك جدا والدك جدا وبتحبه جدا. فدي معادله الجهاز الفني ان شاء الله مع كابتن سعد عبد الحفيظ مع الجهاز يوصلوها للعيبه. لازم الحته الاخرانيه اللي كان فيها نوع من اللامبالاه شويه. في احيانا واحد بيبقى شبع بطولات. الاهلي ما بيشبعش بطولات ولا الجمهور بتاعه بيشبع بطولات. اذا انت كلاعب شبعت من البطولات النادي الاهلي ما بيقفش. النادي الاهلي زي القطر.